أول حاجة ضروري نحترم خيارات الأشخاص أو في العلاقة كل واحد يحترم خيارات الطرف الثاني. إذا كان الطرف الثاني مثلا يجد المتعة تاعو مع الأصدقاء فقط نطلب منه أنه يخصص وقت، والعبرة بنوعية الوقت اللي يخصه داخل البيت، هذا أول شيء. ثاني شيء ضروري كل امرأة، لأنه هذا الإشكال تعاني منه أكثر النساء، تحب الاهتمام ويعاني منه الرجل لأنه ما يعرفش احتياجات المرأة، ما يعرفش شنو هي القيم وشنو هي الاحتياجات اللي ضروري يلبيها للزوجة، من بينها الاهتمام. لذلك تعرف أنه الرجل اللي يعرف لسانه حلو، خلينا نقوله في الكلام، حتى وما يدخلش كثير للبيت تلقى الزوجة تاعو مرتاحة في العلاقة معه. علاش؟ لأنه يعرف كل مرة يسمعها كلام أو يتصل بها فيدلها نقاط ضعفها، يدلها سلوكات فيها مجهود بسيط جدا لكن الأثر النفسي عليها بزاف. اللي تلقاه ما يعرفش هذا يلبي هذا الاحتياج، تلقى مثلا الزوجات بتتعذر تقول لك مثلا ماهوش يعاوني في البيت، ماهوش يعاوني مع الاولاد، ماهوش داير علينا، ماهوش يعاوننا. مش هذا بالذات، لانه كل زوجه متيقنة بنها والسيدات يشاهدوني أنها لو تقوم بكل هذه الواجبات ماشي هذا اللي يقلقها، وإنما التقدير هذاك تاع يقولها درتي وغسلتي وطيبتي وتهليتي وربيتي وقريتي الأولاد. هذا الاعتراف اللي مثلا كيجي يعرف يقولها كلام خلاص تبرد تطفى المرأة. فهذا الطريقة أنا وشنو هي الاحتياجات اللي نلبيها عند الزوج نخليها أكثر اقترابا في العلاقة، وشنو هي الاحتياجات اللي نلبيها عند الزوجة فخليها أكثر رضا وأكثر لطفا في هذه العلاقة.